السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح ازاي نعمل إضافة الأصناف وتتنقل إلى الجدول المختص للأصناف في بند لوحده، هو ملف هتحمله مفتوح المصدر، تقدر تستدركه استيراد لبرنامجك. أنا هعمل المسمى كله أولها TGM item عشان دي تعمل استيراد، مبقاش فيه تشابه بينها وبين النماذج عندك أو الكويريز أو التيبلز. هنيجي هنا في الأصناف، ملف الأصناف، هننشئ فورم بسيط، هنخلي دي يس والموديل دوت عشان نقدر نتحكم فيه وهو مفتوح هنسيبه نو. لو عملنا يس مش هنعرف نتحكم، ونخليه هنا في المنتصف ونخلي الاتنين دولت نو. هنيجي هنا هنكتب ليبل، هنعمل ليبل إضافة الأصناف. الأصناف طبعا عشان الكلمة دي تبقى تحت تخش تنزل، يعني هنستخدم حاجة اسمها توب ماركن، هننزلها تحت كده أو خليها 100 يعني. ننزل الجزء تحت كده واسم الصنف، الحاجات الأساسية، كود الصنف واسم الصنف والوحدة. دي الحاجات الأساسية والأصناف، وبعد كده كله فرعي بعد كده. بنعمل تكست بوكس، نفس الكلام هنعمل شبكية عشان كله يبقى ماسك في بعضه، متلاصق مع بعضه زي كده كله كده ماسك في بعضه. نمط واحد متحدين عشان خاطر ايه ما بقاش فيه زي ما انت شايف كده، بعمل الشغل بيعمل على جنبه تلقائي. وهنا بنخلي الكلام في المنتصف، هنا هنخلي الجزء دوت ينزل يجي في منتصف زي كود الصنف واللي غيره، بيخش هنا على حاجه اسمها توب مارجن اهي، بنخليها علامة 0.1 عشان تسقط معانا شوية. هنا بقى هنسميها بهذا المسمى عشان تقدر تستدرجه عندك في النموذج بتاعك، يبقى هنا فورم. ده هنا الحاجات الأساسية للنموذج. هنعمل هنا حاجة فرعي بهذا الشكل من الحاجات الفرعية، زي مثلا نوع الصنف، حد الطلب، وهكذا يعني. ونعمل هنا زر الإغلاق، هنا الاغلاق بيخش هنا عند مايكرو عند الضغط عليه، وهنا بيخش على الماكرو وبنعمل كلوس ويندوز. بيقفل معانا اهو. اول حاجه طبعا التسجيل، بنعمل حاجه اسمها حفظ
زر الحفظ بس لازم عشان احفظ لازم يكون في شروط. ايه هو الشروط؟ معني ايه حفظ الاول؟ يعني ينقل كل الموجود في الداتا هنا الاساسي بالذات ينقله للجدول اللي هيتعمل دلوقتي. طيب انا ايه هو الشروط؟ طيب الشروط اللي لازم اول حاجه لازم تكون كل الخانه دي مكتوبه، ما ينفعش حاجه فارغه حتى ولو انت سبت مسافه، لا هتترفض، لازم تكون مكتوبه بجد مش يعني مكتوب. دي نقطة تانية، لازم الكود الصنف ده مش موجود قبل كده، واسم الصنف برضه مش مكتوب قبل كده، انما الوحدة طبعا اكيد طبعا هيكون في تقرير في الوحدة، بس لازم يكون مدرك من نفس القايمة، يعني هيكون في هنا قايمة تختار منها الوحدة، ولو القايمة دي مش مكتوب فيها الوحدة اللي انت عايزها بتعمل اضافة هنا وتضيف وحدة جديدة وتاخدها من خلال القائمة المنسدلة، تضيفها من خلال القائمة المنسدلة، وبعد ما ده كله يتحفظ هيكون في حاجات اختيارية وليس اساسية، زي احنا هنضيف هنا اهو في الحاجات ديت حد الطلب، تاريخ انتهاء الصلاحية، وهكذا حاجات كتير قوي ليها علاقة بالصنف، مجموعة الصنف. طب الصنف ده خطر ولا مش خطر؟ في نوع خطوره فيه كده يعني. ده هنعرفه وهنعمله ونشتغل فيه في نفس الحلقه. قبل ما نخش في الجزء اللي هو الاضافه هنعمل اللي هو التفعيل ادخال الكود والاسم والوحده الصنف. هنا اول حاجه هنشتغل فيها دلوقتي اللي هي كود الصنف، كود صنف. هنا هنعمل طبعا لازم الفورم يبقى مدخل على جدول، لازم يبقى فيه ادخالات على الجدول او منضم على جدول، فهننشئ الجدول بنفس المسمى دوت، هناخد المسمى بس هنا هتبقى بدل من فورم هتبقى تيبل. يبقى هنا الكود تكست، لان ممكن تكتب كود بالتكست اللي هو رموز، وبتسيف الجدول ده يبقى هنا تيبل. تيبل هنا خلاص احنا ده هيبقى كود الصنف، هنعرفه هنا على الفورم على النموذج ده عشان نعرف النموذج ده بالجدول ده، يبقى لازم نضغط على النقطة السوداء ديت ونيجي عند الداتا ديت، هتلاقي حاجة اسمها ريكورد سورس، ريكورد سورس، ونختار اللي هو التيبل الوحيد اللي ظاهر معانا هو. بعد ما كده اتأكدنا اللي هو خلاص بقى منضم، هنخش على التكست بوكس ده أو مربع النص دوت ونختار اللي هو بقى يبقى فيلد 1. فيلد 1 طيب هنا عملنا واحد وقفلنا خلاص، هو كتب معانا واحد. لما نيجي نفتح تاني هتلاقي واحد ظهر، انا عايز اعمل في وضع النيو، في وضع الجديد، مجرد ما افتح يديني وضع الجديد، وضع نيو. طب هنا هنعمل عند فتح النموذج هنضغط على العلامه السوداء وهنيجي هنا عند انلود، عند تحميل الملف او النموذج ده، افتح لي على وضع النيو الجديد، على وضع الجديد هو اوبن اللي هو في حاجه اسمها جو تو ريكورد، جو تو ريكورد هنشوفها معانا، هنشوفها دلوقتي اهي جو تو ريكورد على وضع النيو، جو تو ريكورد مش يعني مش هنحدد حاجه هنا مش مشكله، لكن هنا بدل ما هنكس دي هنخليها نيو يعني جديد، سجل جديد. حفظ هنا جاب لي زي فاضي، عملنا اتنين وقفلنا فكتب اتنين، هنعمل مثلا 30 وقفلنا
بيديني 30. كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، لان دي في حاجه خطيره جدا جدا جدا، وهي لو انت عملت 30 تاني وقفلت كده، هو اداك 32 فوق بعض، اداك 32 فوق بعض، فهي كده هيحصل عمليه تكرار، كده هيحصل عمليه تكرار في الجدول اللي هو الخليه بتاعت الفيلد 1. فهنقول له مجرد ما اكتب هنا شوف لي في من مكرر في الجدول ده ولا لا، في الحته الخاصه اللي هي بتاعت كود الصنف دي. طب ودي هنعرفها ازاي؟ هنعمل استعلام استعلام، وهننزل الجدول الاولاني، وهنخش على الفيلد 1 ونقول له هنا لما نفتح الدي جي ام ايتم فورم، خصوصا في التكست دوت اللي هو التكست 5، التكست 5 اللي هو بتاع الفي كود، هنعمل تصفية عليه عن الكريتيا، نخش عليه عن العلامة ديت، نفتح معانا النموذج اهو تكست 5 بس كده، هيتسيف معانا. هنعمل تي جي ام مسافة كويري 1، ومن خلالها هنعمل استعلام بسيط، نستخدم دي كاونت على الفيلد الأولاني، الموجود في الكوري استعلامي تي جي ام مسافة يو ون. كده بيقول لك ان في عدم تكرار في اي كتابة. لو كتبنا مثلا 30، طبعا هو مش هيقول لي ان في 30 جوه، ليه بقى؟ هو ما يقول لي في 30 اهو، هيقول لي هنعمل حاجة اسمها ريكويري، بعد ما نحدث بعد ما نحدث بعد التحديث اهي نعرف الاول التكست، تكست 30 من 30 اهو، مجرد ما انزل تحت بعمل لك مكرره جوه 3 مرات. ايه الحل؟ احنا كده عملنا استعلام، عرفنا ان في تكرار جوه، احنا عايزين نقول لو بتساوي 1 فيما فوق وقف الحفظ، ما تحفظ او ما تحفظش ده احذفه امسحه، ده اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي. مجرد ما نخش على السجل التاني لو ده بيساوي اكبر من 1 او اكبر من 0 امسح لي 30 واكتب رسالة بسيطة كده اهو، الكود ده مستخدم قبل كده، الكود ده مستخدم قبل كده. قبل نعمل أي حاجة بناخد التكست بوكس دوت، ولازم هنا الفورمات ده لازم دوت بيساوي دوت في الفورمات،
هنا هنعمله تكست ماشي خلاص نغنيها. هنقول هنا نعرف الأول تكست 30 دوت ما يسويش ده تكست 5 دوت الأول في حالة معلش لو ده لو تكست 30 لازم يخليه نمبر ملناش دعوة بده خلاص. هنا بعد في الإدخال الاسم بعد إدخال الاسم هنقول كود بسيط جدا لو مي دوت تكست 30 أكبر من صفر سن ايه اللي يحصل مي دوت انهي بقى انهي مي ده اللي هو التاني تكست 5 خلاص يابا خلاص يا حبيبي يتساوي نل فرغهولي. في حاجة تانية برضك هنفتح رسالة بس هنعمل رسالة 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 نشوف كده مسج بوت رسالة في كان في بتاع كده هنا في رسايل حاجة كده كنت هضيفها في الآخر في وقوف والحقل المعين شاشة شاشة سجل إزالة كان في هنا حاجة بتديني رسالة نعرفها فين الذين يلعت فين كم الفتح كده خلاص مش مشكلة نرسلها دلوقتي نعمل بس مسج بوكس بسيطة الكود كود سجل انقر ودي نو يس وهنا يس وتو سنتر بتساوي يس يا سيدي ولا تزعل نفسك. بس هنا بقى هنسميها بقى مش ماسك مش فورم هتبقى ام اس 1 ام اس 1 بتاعت تي جي ام اندر سكور تي جي ام اندر سكور ايتم تيمز اندر سكول طيب ليه انا بعمل كده بقى عنوان طويل عشان لو حبيتك لو حبيت يعني حبيت انت سعادتك تنقل الملفات دي كلها عندك في البرنامج بتاعك يتقبل معاك عشان الحاجات دي اكيد مش مكتوبة عندك تي جي ام دي اساسي انا اسف لا كده في غلطة تي جي ام في الاول هنكتب هنا ام اس 1 ام اس 1 اهم حاجه لازم تم تي جي ام دي في الاول وهنا كده يا سيدي ماشي بقى يعني نشيل بقى بالمره الحاجات اللي هي دي عشان هنتقفل لوحديها دي هتبقى نو والتايمر بتاعها ما تبقى بعد ثانيتين اتنين وتقول لك اقفل نفسك بنفسك كلوز ويندوز
خلصت ايه ويندوز. كده احنا خلصنا من ديت. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نوجه الى الفند دوت، ونخش هنا اهو بعد ما نضيف رسالة. يلا في هنضيف الرسالة بعد ما نضيف الكود ده. طبعا هنا خد بالك في اند اف، في هنا إلس اند اف مهم اوي. هنفتح رسالة، هنفتح نموذج، فتح نموذج، فتح نموذج دوت هننسخه، وهنكتب اللي هي ايه. مع السلامة، انت انزل شوية. هناخد رينيم بس كده، جميل لحد كده. ماشي، هنوقف كده اهو. هنا هو كان اول الاكواد ايه، الاكواد 30. تعال كده نشوف 30، هنعمل 30. نكتب اي حاجه هنا، راح لك ايه الكود مسجل بكده، ومسح الايه الكود، مسح الكود. طيب هنخرج ونخش تاني، هنعمل كود 6. اسم الصنف M1، ام ايه ام 1 اهي، حفظ. خلاص هنخش مره اخرى، اسم الصنف ده نسيت حتى اسم الصنف من شويه كده. اه 6، ماشي كود 6، كود 6. واسم الصنف ام و ام ايه، حفظ. اه قال لك كده كود مسجل من كاب، ومسح مسحها يعني. ماشي، تعالى نعمل اختبار تاني. اسم كود الصنف 7 ام، حفظ 7 ام، حذف السبعة والتانية. طب لو عملتها مثلا ايه 99، هيسجلها عادي، هيسجلها عادي، سجلها عادي. ماشي، هنكمل بقى مشوار ايه الكود ده اللي هي تكوين الاصناف. عايزين نقول له بقى لو الدنيا ماشية تمام يبقى تم الحفظ. رسالة كده تم الحفظ، رسالة تم الحفظ. هناخد نسخة من دي ونعملها لصق، بس هنا تبقى ام اس 2، ام اس ايه 2. الام اس اي 2 دي تقول تم الحفظ، تم الحفظ، تم الحفظ. بس كده تم الحفظ. وهنيجي هنا اهو نعملها يا سيدي اخضر، مش مشكله. هنيجي عند الحفظ دي، هنيجي عند الحفظ دي ونخش هنا وهنعمل دو ام اس دي اوبن فور 2، تمام كده نوع فور. بس احنا هنقول له هنا تايمر يقفل نفسه بنفسه بعد 2 ثانية. مكتب نعمل حفظ، تعمل حفظ واختفى الموضوع. احنا بقى عايزين نقول له هنا المكتب ده ما ينفعش يتكرر مره اخرى. يعني لما انت عملت مثلا اي كود بس كتبت كلمه مكتب ما يحفظ، المفروض بقى ما يحفظ. يعني زي ما احنا عملنا في كود يعمل ايه في الاصناف، زي ما عملنا في الكود اللي هو ما ينفعش يتكرر، نفس الكلام ما نتخلاش اسم الصنف ده يتكرر، ما نخليش اسم الصنف ده يتكرر معانا. هنشتغل بقى في اسم الصنف في الجزء ده. طبعا عشان نفعل اسم الصنف لازم نفعله في الجدول هنا،
هنكتب هنا الفيلد التاني، وهنا هنضمه معانا في النموذج، يبقى هنا هيبقى فيلد اتنين. تعالى كده نختبر اول حاجة، هنا كود الصنف 8، وهنا اسم دينامو ايطالي كده. هنا هنعمل حفظ، تم الحفظ وكل حاجة، الدينامو ايطالي نزل معانا. طبعا احنا هنا المطلوب اللي هو ما يتكررش الدينامو ايطالي ده تاني، بحيث لو كتبت دينامو ايطالي يقول لك الاسم ده موجود قبل كده، ده انا هنستخدمه دلوقتي. هنعمل هنا استعلام، وننزل هنا الجدول دوت، وفيلد اتنين اللي فيه اسماء الصنف. نخش مرة اخرى وهنبحث عن كلمة اللي هتتكتب هنا، الكلمة اللي هتتكتب هنا في اسم الصنف، في اسم الصنف اللي هو تيك السبعة في الجدول في النموذج دوت. كده لازم بقى نسمي تي جي ام كيو 1. متسجله قبل كده، يبقى كيو 2، كيو 2 تمام كده. هنعمل ايه تاني؟ احنا كده هنبحث بعد التحديث بالذات، هنعمل هنا تكست، هناخد دي زي اللي احنا عملناها في كود الصنف، هنعملها في ايه؟ في اسم الصنف، بس احنا هنغير فيه شوية حاجات. أول حاجة ديت هتبقى اتنين، وهنا الفيلد اتنين. لان هنا فيلد اتنين الموجود، فيلد اتنين الموجود. هنا كنا احنا قايلين في الاكواد في الدو في الدو في كود الصنف هنعمل ريكويري على تكست 30. هنعمل زيها بس نعرف الاول هنا التكست 30 ده تحت ما يشبه اللي هو 32، بس هنا بعد اسم الصنف بعد التحديث. هنعمل بقى نفس الكلام، لو بتساوي لو تكست 32 ده اكبر من صفر تمام، هنفرغ ونطلع رسالة معينة، نطلع رسالة معينة. تعالى كده نختبر كده كود الصنف 144، نشيل قلم، نعمل حفظ، تم الحفظ. هنكتب اي رقم، بس نكتب قلم تاني ونعمل حفظ، تم الحفظ. اصبح حتى الان القلم دخل مرتين، حتى الان لسه ما عملناش
احنا عملنا ضفنا القلم لكن المفروض ما يتضافش تاني طالما الاسم ده موجود. هنيجي هنا وقلنا اللي هو يحدد لي المكان. طبعا هنا تيبل فيلد 2 الموجود فيلد 2 الموجود في التيبل يساوي، هنعمل هنا دي كاونت، دي كاونت ده هنعمل ريفرش عليه بعد التحديث. هنا ريفرش على انهي؟ على التكست 32. دي هتكون أول حاجة. بحيث لو كتبنا كلمة قلم دي كده لقطني كلمة واحد. هنعمل بقى إيه؟ في حالة لو ده بيساوي أكبر من صفر وقف الدنيا، وقف الدنيا دي أنا هشتغل فيها دلوقتي. احنا كنا قايلين هنا اسم القلم ده المفروض ما يتكررش مرة أخرى. تعال بص عليه كده، هنا الكود أهو وهنا القلم. خش على الوحدة، يروح هنا واحد. هنا بقى إيه؟ هنقول رسالة، هنقول رسالة لو دوت، لو تكست 32، لو تكست لو مي لو تكست بتساوي اكبر من صفر بعد التحديث، بعد التحديث. else if بس هنا بعد التحديث لو 32 بقى اقوى من صفر يطلع لها رساله. ماشي، غير كده ما يطلعش حاجه. طب الرساله ديت تي جي ام ام اس 1، هنشوف بقى هنا ايه تي ام اس 1 بيقول ايه. هنا تم الحفظ، هنا بيقول ايه؟ طيب يكون مسجل مقبل. هناخد نسخه نقول ثقه لصق ماشي هنا نكرر ماشي تلاتة. هنقول هنا الاسم، الاسم مسجل من قبل، الاسم مسجل من قبل. نرجع تاني بس ناخد نعدل بقى نخليها دي تلاتة.
بس هنا التكست 5 مش تكست 5 بقى، هتبقى هنا تكست 7، تكست 7. قلم الاسم وسجل المقام وحذف الألف، تمام كده. احنا كده خلصنا الجزء ده، هنكمل بقى ايه اللي هي الوحدة. الوحدة لازم تتكرر، مش اي مشكلة. في الحفظ بقى لازم ما بقاش فيه فراغ، لازم ما بقاش فيه فراغ. هنعمل هنا بالنسبة للوحدة قائمة منسلة، وهنعمل هنا ناخد نسخة طبق الأصل، نسخة نعمل جدول، وهنا مكتوب عليه وحدة، مبدئيا هيكون فيها لتر وكيلو، تي جي ام، سكول وحدة. مهم قوي موضوع الوحدة دوت. هنيجي هنا نحدد الشريط اللي هيظهر فيه، زي ما انتم شايفين كده ظاهر معانا يا لتر وحدة. هنعمل هنا مربع صغير إضافة وحدة جديدة، هنعمل دلوقتي مربع صغير إضافة وحدة جديدة. هنعمل مجرد ما نضغط على الزرار دوت يفتح لنا ونستخدم ادخال وحدة جديدة. اوضو سنتر ده يخليها في المنتصف، ونشيل ديت ونخلي دي دينو دينو، ونعمل هنا إغلاق من ده في المنتصف، ونعمل هنا الأمر بتاعه مايكرو بلس ويندوز اللي هو اغلاق النافذة اهي كده. اخد هنسمي الفورم ده طبعا مسمى غير ده خالص، تي جي ام، ام اس 4. كليك بالضغط يفتح لي تي جي ام ام اس 4.
هنا بقى عايزين لما نيجي نكتب الكلام دوت هنا ريم الإغلاق يسجل معانا في الوحدة هنا، أو يسقط معانا في الوحدة، يسقط معانا في اسم الوحدة. هنيجي بقى هنا نشتغل في جزء ده أسعار الصنف. لازم اللي هو كود الصنف ده يكون يعني عليه تعبئة، ما ينفعش يكون فارغ علشان نقدر ندخل هذه البيانات. طيب نعمل ازاي؟ احنا هنشتغل اكواد. لو المربع فارغ تمام، هنستخدم كود لو المربع فارغ يديني رسالة. هذا الكود نستخدمه. تمام، هيجي هنا انهي مربع بقى الفارغ. طبعا في حال الكتابه هنا فهو هيشوف المربع الخارجي اللي هو بتاع الفورم ده وليس داخل الفورم، هيكون العنوان اتغير شويه. عشان نسهل على نفسنا عاوزين نوصل للعنوان ده، نوصله ازاي؟ اللي هو تكست 5 لغات. هنيجي هنا نقف عند الجزء ده، وهنيجي عند اي خانه في حته الايفنت دي، ونخش على ال تي جي ام ايتم فورم اهو، هنقف عليها وتكست 5 هيظهر معانا. ده العنوان، ده العنوان. يبقى لو مربع فارغ اللي هو ده، ايه اللي يحصل؟ هطلع رسالة زي دي كده، هناخدها نسخ ولصق، هتكون رقم رسالة رقم 5، رقم رسالة رقم 5. في ايه؟ رقم 5 نشيل دير، ونيجي هنا نقول الكود، كود الصمت فارغ، كود الصمت فارغ، ويقفل نفسه. فتح نموذج، هنستخدم كود فتح نموذج. اللي هو النموذج انهي؟ اللي هو بتاع تي جي ام. اي حاجه غير كده ما تنفذش اي حاجه. الكلام ده في حاله الكتابه على تكست، الكتابه على التكست. يعني ساعه الحدث نفسه نجرب ساعه الحدث كده نشوف. نيجي نكتب يقول لك كود الصنف فارغ، بس هو كتب، بس احنا عايزين نعمل يعني هو كود الصنف فارغ بس احنا هنا عايزين نقول عايزين نعمل حذف في الملف الكتابه اللي اتكتبت، بس مش مشكله. احنا بس هنربط لو الكود هنا مكتوب في ساعة الحدث، ساعة اللحظة، في تاون اللحظة اللي هي يعني الكود الصنف ده. طبعا هنا لازم يكون الوضع نيو، يعني وضع
داتا انتري بتساوي اس، داتا انتري بتساوي اس، لازم هنا مي دوت بوت صنف مي استنى كده مي دوت بوت صنف بتساوي العنوان الاتي اللي هو العنوان ده نفس العنوان اللي احنا كنا عاملينه بس استخدمت نفس العنوان بالظبط اللي هو بتاع الايه بتاع الحدث نفس العنوان ده الشرط سجل ليه كود صنف جاهز الجزء طيب هنعملها ازاي؟ تعالوا كده نشوف نختبر الموضوع هنا كود الصنف 107 واسم الصنف شاي تمام الوحدة بتاعته 250 مللي نيجي نكتب هنا سعر التكلفة عاملة 60 جنيه فهو هنا ما تردش على طول كتب على طول 107 اللي هو المربط بتاع السعر هنا يعني السعر البيع تمام 65 سعر الجملة مثلا 62 جنيه دي هنا الأسعار هنا اتكتبت معانا اللي هو سعر الصنف اللي هو الجزء ده يعني ده وده وده مرتبط بكود الصنف اللي اسمه 107 مش بنزل بقى نكتب بقى اسم الصنف ومش عارف ايه احنا بناخد الكود بتاعه فقط لو نفترض ان احنا طبعا ما عملناش الكود الصنف وعملنا ايه السعر هنا هنقول هنا 56 قال لك ان كود الصنف فارغ بس هنا في كتابه اتكتبت بس مجرد ما نعمل اغلاق تمام هتلاقي هتلاحظ ان الخمسه دي اتكتبت على فراغ ففي بعض الاحيان ان احنا ممكن نعمل اي حاجه فارغه في كل الصنف مهما كانت الداتا الموجوده موجوده بشكلها ايه بيتحذف تلقائيا في حاله فتح نموذج معين او فتح استعلام معين يحذفها بدون تشعر بالحذف ده تمام هنبدا نعمل عمليه الاخفاء الموجودة في كود الصنف بس احنا ممكن برضو اللي احنا يعني محتاجين نسيبها بس نكتبها بشكل لغة عربية كود الصنف تمام وهنعمل لها هنا وسطنا عالي بس هنا بقى هنعمل له هنا عملية تجميد يعني عشان تشوفوا المنظر ما ينفعش ان احنا نكتب عليها حاجة خالص كل ده هيكتب الجزء ده والجزء ده هنا بقى نفس الكلام سعر التكلفة يعني ممكن ده كلام ينطبق على سعر التكلفة موجود في الجزء ده كله هناخد من اول هنا هينطبق مع الجزء اللي تحت اللي هو سعر البيع وهينطبق مع نفس الكلام طبعا تكتب زي ما انت عايز مش اي مشكله بس هنا ونحن عاملين كود الصنف كود الصنف 99 هل احنا عمالين نعمل 99 هتبوظ الدنيا؟ دخل 99 احنا عايزين نعمل نمسك الموضوع ده 99 ده موجود عندنا قبل كده بس احنا هنا في حالة لو كتبنا بص هنا يكون مسجل نقاط بتحذف احنا عايزين ان شاء الله في الحلقة الجاية مجرد ما نعمل 99 دي في نفس اللحظة يديني الارم على طول ما ينفعش اسجل على 99 دي. هنا كود الصنف طبعا نخش هنا ونشوف حاجة مستخدمة زي 99 دي كود الصنف 99
هي اسم الصنف برفان من الوحدة، هنا الكود مسجل من قبل، هنا الكود مسجل كود صنف فارغ. عايزين بقى ايه ندرك الحاجات ديت. هنا مثلا واحدة لتر، هنا الكود هذا الكود، وهنا نكتب سعر التكلفة. مجرد ما نكتب سعر التكلفة فبيظهر معانا كود الصنف على طول وبيسجل من خلاله. هنا هنشتغل في حد الطلب للصنف، حد الطلب للصنف طبعا هنا هنشوف حد الطلب على الصنف هنشتغل عليه. هنعمل نموذج وهنعمل وسطنا. ونكتب هنا اهو حد الطلب، حد طلب الصنف اللي هنقدر عليه نقدر نطلبه. هنشيل الاثنين دولت وهنعمل هنحفظ تي جي ام مسافة حد الطلب. بس هنا هنعمل جدول بتاع حد الطلب دوت برضه هنربط بيها كود الصنف فيه، وهنا كود الصنف تكست كود، وهنا مش ايه حرف ايه، وهنا حد الطلب نمبر. TGM حد طلب مفهوم تيب عشان ده نفسي اللي هو جدول. هنيجي هنا حد الطلب وهنعمل هنا اتنين زر اتنين كوماند. الكوماند دوت هنعرفه طبعا هنعرفه الاول بالجدول. هنا خلاص الاي دي أو الكود، وهنا هيكون بتاع حد الطلب، هنا هيكون وضع داتا انتري بتساوي يس، داتا انتري بتساوي يس. هنا كود الصنف وهنا حد الطلب. طبعا هنا حد الطلب هنكتب هنا الرقم الحضاري، بس هنا مجرد ما نكتب عليه ياخد لي كود الصنف. يبقى هنا مين دول كود الصنف هنعرف اول تكست الاول هنا تكست 4
هنستخدم هذا الكود مي دوت تكست مي دوت تكست 4 بتساوي نشوف العنوان اللي موجود هنا في كود الصنف لو تكست 5 هنا مجرد الكتابة عليه عند اللحظة وننفذ هذا الكود. مثلا هنا كود الصنف ويكون هنا مفاتيح مفتاح اسم الصنف مفتاح وبين الوحدة عدد تمام. هنيجي هنا ما عملناش التصحيح لكن عملنا هنا الحد بتاعه 23 فهنا الكود بتاعه العرف وكده. هنرجع تاني نغلق نخش عند حد طلب هتلاقيه متفرغ فارغ تماما تمام. هنعمل هنا في حد الطلب ده بالذات لازم يكون نمبر فقط لا غير، رقم فقط لا غير. هنعمل الكود بالكسر، كتابة أرقام بالكسر أو النسخ. هنستخدم عند بس هيكون كويس بس اللي هو الكتابة، هنستخدم الكود بتاع الكسر اللي هو بيكتب ما يكتبش أي حرف، يكتب أرقام فقط والكسر بتاعه اللي هي نص تلات أرباع الكلام ده. كل اللي علينا بعد ما لصقنا الكود ده هنغير بس ديت عشان تبقى هنا بتكست زيرو، تكست زيرو اللي هو موجود هنا تكست زيرو. أصبح مش أي حاجة سوى الأرقام والكسر. هنا هنيجي هنا ونعمل إغلاق أو إيقاف رؤية، عدم الرؤية للجزء ده. نعمل رؤية بتساوي نوع، الرؤية هنا بتساوي نوع. وكده إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية الحلقة. هنقول بس آخر حاجة مراجعة شاملة. هنكتب هنا كود الصنف 700، اسم الصنف كوب بلاستيك تمام، الوحدة بتاعته عدد علبة تمام. هنا سعر التكلفة 5 جنيه، سعر البيع 6، سعر الجملة 5.5 تمام. حد الطلب منها 10 كده. أصبح كده الملف نهائي. وهنا بالأدلة ان هنا ادي هو الكود بلاستيك، وهنا سعر الصنف 700 اهي، الكود اللي هو 700 جاب لك التكلفات كلها، وايضا الحد الطلب اللي هو الكود 700 هو جاب لك ال 20 بتاع الحد ده. كده وصلنا من نهايه الحلقه. طيب ان شاء الله الملف ده هيتم تنزيله مجانا في القناه في الحلقه اللي بعدها على طول ان شاء الله، يعني بعد دي على طول هيكون في حلقه ثانيه لتحميل هذا الملف. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.